غالي عنها واعرف عنها يعني. الحبوب عن السنابل. شوف اسمه علي فالح السعدون. الغاية من تأسيس هذا المتحف طبعا هو لتعريف الأجيال، لأن بما كان من الموروث العراقي اللي كانوا يستخدموه أجدادنا وأبانا. احنا حرصنا أن نكون كل جمعة هنا موجودين. استخدموها هذول المصارعين طبعا، ومنهم عباس الديك اللي فاز على المصارع الألماني الهر كريمر. الهر كريمر من أبطال الزورخانة الحاج عباس الديك، وصادق الصندوق. استعراضي على سبيل المثال، هذا سيف عربي، هذا سيف اخوت يعني والدتك ملحقه عليه، ما اذا نزل. الشعار الملكي العراق، حبنا للعراق، تاريخ العراق، لتراث العراق. احنا ربينا وصرنا ونشأنا بهذا البلد، احنا بلد عريق، بلد حضاره، بلد تاريخ. انت في كل بقعه هنا في هذا العراق، في اي زقاق تفوت به وبرائحه الماضي، حتى الطابوق ماله هو ماضي، حتى الحجاره مالته ماضي، ما استمتع الا بالعراق. طبعا هذه ايضا صدرت 4/4/1939، صدرت هذه الصحيفه تقول مات امير المؤمنين وخليفه المسلمين ملك العرب غازي العظيم، مات حبيب. اعداد دار المعلم طبعا الماء تمام. هذا حجم صغير، الحجم الكبير يجيبون به رقي. هذه القفه، هاي القفه اول وسيله نقل بالعالم، اول وسيله نقل بالعالم بحريه بالانهار. شيء ذكرنا بالذكر، الذكريات الماضي الجميله العراقيه، ذكرنا بكل شيء. اشتغل بالصحافه الله يساعدك. هذا المتحف يعود للاستاذ صباح السعدي المؤرخ الفنان الكبير. في سينما الرشيد معروف سنة 1941. هذه ريكس، هذا أكبر مجمع للسينما بنا بالعراق. ريكس وروكسي، ريكس وروكسي. شوف هذه هذا الفيلم اسمه ثلوج كليمانجارو. عمر هذا المحل شربة زبيب زبالة أقدم من دول موجودة على الخارطة. هذا تأسس بالعام 1900، ولا يزال موجود